الحقيقة موضوع معزي وموضوع أبوة الله، من غير الإحساس ده الرجوع بيبقى صعب. من غير إحساسي إن الله أبويا الرجوع بيبقى صعب جدا 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 عليا. عشان كده ساعات كتير قوي مع التوبة أو عدم التأخير في التوبة نلاقي جوايا شعور ان انا مش مقبول، ده بسبب الخطية، ان انا مرفوض. واكتر من كده ان يجي لي شعور كده، وخصوصا لو انا عندي امتحانات او في الثانوية العامة او اي حاجة عندي يعني مهمة، اشعر دايما ان طالما انا وقعت في الخطية لازم هو هيعمل ايه؟ هيردها لي، لازم هيعاقبني، يا في امتحان بقى يا في أي حاجة، لأن أنا مش مقبول ومرفوض قدامه. كل ده بيروح قصاد كلمة واحدة، إن هو أبويا وأنا ابنه. عشان كده لما التلاميذ قالوا له علمنا أن نصلي قال لهم متى صليتم فقولوا إيه؟ أبانا. هي دي العلاقة الحقيقية اللي بيني وبينكم، علاقة البنوة الأبوة، علاقة مستمرة ما تنفصلش. يعني حتى لما بقع في الخطية أنا ابنه، حتى لما بقع في الخطية، حتى لما ببعد، حتى لما ببعد محبته طيب ما بتقلش، لا أصل المحبة ديت لو اتغيرت يبقى الله إيه؟ عنده صفات إيه؟ مالها؟ تتغير على حسب الموقف. لا، الضعف ده فينا إحنا، احنا اللي ممكن نتغير على حسب الموقف، لكن محبة الله دي يقول كده محبة أبدية ايه؟ أحببتك. بس ما قالش بقى بين قوسين وانت ظروفك حلوة وانت حلو، لا، وانت في كل حالاتك انا بحبك محبة أبدية، انت ابني. عشان كده لو تفتكروا المثل الابن الضال، اللي سهل رجوع الابن هي كلمة ايه؟ كلمة أبي، قال كده فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لإيه؟ لأبي. لو ما تروحوا كده عدوا كلمة أبي في المثل ده، أو الأب يقول ابني كم مرة، فقال كم من أجير لأبي، دي أول مرة يقول أبي، يفضل عنه الخبز وأنا أهلا جوعا، أقوم وأذهب إلى إلى أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى بعد لك إيه؟ ابنا، اجعلني كأحد أجراء. يقول بعد كده فقام وجاء إلى أبي، ده هو إيه؟ ده هو وحش، بس أنا إيه؟ أنا ابنه. بصوا بقى ملخص القصة كلها في الآية اللي جاية دي، يقول كده وإذ كان لم يزل بعيدا رآه إيه؟ أبوه فتحنن، رآه أبوه فتحنن. في كل ضعفي، في كل سقطة ليا، وفي كل تعب، وفي كل ألم، وفي كل بعد، حط الآية دي قدامك، وإذ كان لم يزل بعيدا وأنا بعيد رآه أبوه فتحنن. أبويا شايفني وبيتحنن عليا، مش ماخد موقف ضدي، مش معاديني، مش بيكرهني، مش زعلان مني، لا، ده تحنن عليا. قد ايه انا شايفك انت وضعف، قد ايه شايفك ممكن تكون مقيد بخطيه وتعباك، بالعكس ده انا الطبيب والاب اللي هشفيك، مش انا القاضي اللي هحكم عليك، لا، ده انا الطبيب والاب اللي هداويك. عشان كده لو بتدور على الحياه اتقال عنه كده فيه كانت الايه؟ فيه كانت الحياه. عند ال الهندوس، العبادة الهندوسية دايما كان فيه يبحثوا او يدوروا يقولوا كده ايه؟ اين الطريق؟ احنا عايزين نعرف فين الطريق. عند الرومان يبحثوا عن الحق، اين الحق؟ حتى عند اليهود كانوا يقولوا كده اين الحياة؟ حتى لما جالوا كذا حد يقولوا ماذا اعمل لأرث الايه؟ الحياة. ناس بتدور على الحق، وناس بتدور على الطريق، وناس بتدور على الحياة. طب الثلاث كلمات دول في مين؟ فابويا هو الطريق،
والحق والايه والحياة. فاللي سهل رجوع الابن هي كلمة ابي. اصل دي مش هتتغير، دي مش علاقة خارجية هتتغير بمواقف، لا انا متأكد لو رجعت بالبنوة اللي لي عنده دي هيقبلني. وفعلا ده اللي حصل. فاللي سهل رجوع الابن هي انه معتمد وفكر في كلمة ايه، ان ده ابويا، ما فكرش في اي حاجة تانية. مهما انا عملت هرجع هيقبلني لانه بيحبني. عشان كده يقول كده رآه لم يزل بعيدا، رآه ابوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، وما خلوش يكمل اجعلني كأحد وجرائك. وقال لي كده للناس اللي معاه، ابني هذا، ابني هذا كان ميتا فايه فعاش، وكان ضلا فوجد. بس هو ايه، حتى لو كان ضل ولا ميت ولا حصل له حاجة، بس ده في الاخر ايه، في الاخر ابني. فنعمة كبيرة قوي ربنا مدهلنا ان احنا نبقى اولاده. يقول كده في رسالة يوحنا الاولى، انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. طب واحنا اولاد، احنا ورثة مع المسيح، هنورث لينا ميراث سماوي. فان كنا هنا بنتمتع ببركات البنوة ديت، برضو البنوة ديت لينا ميراث ليها فين، في السماء. عشان كده قال كده في انجيل يوحنا، الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا ايه، اولاد الله. فالابوة دي اغلى حاجة واجمل حاجة ربنا بيقدمها لنا. عايز يبقى العلاقة انت ابويا يا رب، مهما غلطت مش هجري بعيد عنك، ده انا ههرب ليك، لان انت اللي فيك الشفاء، وانت اللي فيك الخلاص، وانت اللي فيك الحب، وانت اللي فيك الراحة، وانت اللي فيك السلام، وانت اللي فيك الطمأنين، انت فيك كل اللي انا محتاجه. فألمي وتعبي ووجعي هو هيداوي كل الحاجات دي، بس مستني ان ايه، ارجع لي واقول له ايه، ابانا اخطأت يا ايه يا ابي. والرد بتاعه هيكون ايه، رأى ابوه فايه فتحنن. فخلينا النهاردة في الاجتماع كده وحن واقفين نقول له اشكرك يا رب على هذه الابوة الغالية، خليني دايما اتمتع بيها، شايفها قدام عيني. مهما وقعت، مهما بعدت، مهما كنت في ضيقة، انت يا رب ايه، انت ابويا اللي حاسس بيا وهترفعني. ربنا يدينا دايما كده يكون جوانا مشاعر حلوة ناحية ابونا السماوي، لنهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد. امين. تفضل نكمل. نقرأ مع بعض من رسالة معلمنا بولس الرسول.